للمرة الأولى منذ عام 1966 تصل إنجلترا إلى نهائي دولي كبير في كرة القدم بعد فوزها بكأس العالم قبل نحو 55 عاما. فرحة عارمة بدت على وجوه مشجعي المنتخب الإنجليزي بعد التأكد من الفوز في مباراة صعبة أمام الدنمارك. أعتقد أننا نستحق الفوز لأننا على طول المباراة صنعنا العديد من الفرص. لا أنكر أن حارس مرمى الدنمارك كان بارعا، لكن فريقنا صنع عدة فرص واستغل بعضا منها. ورغم صعوبة المباراة على منتخب إنجلترا تحقق الفوز في الشوط الإضافي بركلة جزاء سددها هاري كين. في الشوط الثاني اعتقدت أننا سنحصل على ركلة جزاء، لكن هذا لم يحدث وتحقق في الشوط الإضافي. كادت أن تضيع تلك الفرصة، لكن فريقنا استغلها لآخر لحظة محققا الفوز. ويترقب مشجعو إنجلترا المباراة النهائية لمنتخبهم أمام إيطاليا، والتي تجري يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي شهير، وهي مباراة تحدد الفائز ببطولة أمم أوروبا. ووصلت إيطاليا إلى النهائي بعد الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة هدف لمثله خلال الوقت الأصلي والإضافي. وسبق للمنتخب الإنجليزي الوصول لنصف نهائي بطولة أوروبا مرتين في عامي 1968 و1996، ولكنه فشل في الوصول للنهائي الأوروبي.